متابعين جميلين، شكرا لدعمكم، شكرا لتعليقاتكم اللي تخبل، ربي يحفظكم على كل كلمة تكتبوا لي اياها، هذا اللي يخليني استمر وانزل بشكل يوم. شكرا على الدافع والطاقة الإيجابية اللي تعطوني اياها. هو ما يقول لهم لا زين ادخله لو ادخله ها انت يقول لك ناس الخالدي صاير كتلها عم الشعب البارحة طردوها لأن مسوي حفلة دق ورقص بأحد المتنزهات اللي موجودة ببغداد، والناس اعترضت على هاي السالفة قالوا شون انت محرم دق ورقص بهاي السالفة. خلينا نشوف الفيديو. فرش علي قهوة ليه؟ هاي شنها بتستحي شنها جوات؟ سويتها على نفسي. بداية نشوفوها قدامكم إيناس الخالدي مو جاسم الخالدي ولا جبار الخالدي. المهم بعد ما اعتزلت وقالت بعد ما أرقص بالملاهي وبعد أصير مؤدبة وحبابة وأريدكم تحبوني وراح أسوي محتوى مع البنات وكل عائلتي وبنوتاتي، رجعت لنا بمحتوى إحنا قلنا لو راجعة ترقص أحسن. خلينا نشوف وياكم بعض مقتطفات من مقالب ومحتوى إيناس الخالدي الجديد 2023. رتوني أسوي مقلب بسرة وبعمر ماشي إنه أنا غم عليه. يلا وينكم؟ طبعا شوفوا انا نزلت لكم قلت لكم ايش تحبون اسوي بيهم، يعني شفت البعض علق تعليقات حلوه وبديت امشي بها اني، والبعض اشوفه يغلط ويفشر حتى البنات يفشرن، يعني قد ما الانسان يريد يكون جينا نهاية الفيديو. شكرا المتابعة، دعم لي أصحاب القنوات الضعيفة يوصل قناتك لي على المشاهدات والاشتراكات، شروط المسابقة كل سهلة بس راسلني على حساب الانستغرام اللي موجود بالتعليق المثبت وهناك راح اشرح لك التفاصيل.